أنا توافق التراب والسحاب والسنا، أنا تتابع المنى، أنا البناء، أنا الإنسان، أنا تفكير يستحق الحياة. برنامج يحفزنا كيف نكون مؤثرين من خلال حياة ملؤها التفكير والعطاء. إنه برنامج يسعى لرفع همم التفكر والتبصر في الحياة وللتدبر في كل ما حولنا. برنامج يقوم على حقائق وممارسات من أثروا مسيرة الحياة وحققوا التغيير الواضح في أنفسهم ومجتمعاتهم وصنعوا الحضارة. برنامج يوجه نحو همم عالية لكي نكون عاملين في كل ميادين الحياة، فيكون كل منا قدوة متميزين بروح ملؤها الإصرار والطموح. خليفة الأرض أنا بأمر خالق السماء، روح من الله سرت، فيض من الحب سما. تفكير يستحق الحياة. برنامج يومي من إعداد وتقديم الدكتور محمد محجي، إخراج خالد المرباطي. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي. أحييكم أيها الأخوة والأخوات من برنامجكم تفكير يستحق الحياة، والذي سنتناول به مفهوم منطقة التركيز في تفكيرنا. مرحبا بكم. معظم الناس أيها الأحبة، إما أنهم يركزون على أهداف بعيدة المدى، أو أنهم يبحثون على ما يبهجهم أو ما يشبع ذاتهم ولو للحظات. ولقد لوحظ أن رواد الأعمال الناجحين في العالم بغض النظر عن نمط تفكيرهم لديهم قدرة عالية على التركيز على أهدافهم. وهنالك دراسة مشهورة أجريت وما زالت تجرى في الكثير من جامعات العالم ومراكز الأبحاث، تسمى تجربة حلوى المارش مالو، وهي بالذات تجرى في مدارس الحضانة من قبل الجامعات الكبرى. فمثلا بدأت هذه الدراسة في جامعة ستانفورد الأمريكية العريقة، وذلك قبل 40 سنة. وقد كانت تستهدف هذه الدراسة في البداية التعرف على طبيعة وأثر التفكير ذات التركيز المتميز لدى أولئك الأطفال. قام الباحثون في هذه الجامعة العريقة بطلب من كل طفل في الحضانة لكي يقابلوه على حدة، وكان يعطى الطفل حلوى المارشمالو، وكان يطلب منه الانتظار لمدة 15 دقيقة إذا أراد أن يحصل على الحلوى الثانية كمكافأة على انتظاره، ولكن في حال أنه أكل الحلوى الآن لن يحصل على حلوى أخرى. تؤكد الدراسات المتتابعة التي أصبحت مشهورة وتعرف بنظرية حلوى المارشمالو أن 30% من الناس أو 30% أيضا من هؤلاء الأطفال هم فقط من ينتظرون الحلوى الأخرى، بالرغم من أن فترة الانتظار ليست طويلة، أي 15 دقيقة أو أقل. هذه الدراسات بالرغم من أنها أجريت في كل من أمريكا والبرازيل واليابان وغيرها كثير في دول العالم، إلا أنها وجدت أن نتائجها مترتبة متواترة ومتوافقة، وأن 70% من الأطفال
هم بديهيا يأكلون الحلوى ولا ينتظرون. قامت جامعة ستانفورد بعد 15 سنة بمقابلة نفس الأطفال الذين بدأت معهم المقابلات الأولى، ووجد أن نفس هؤلاء 30% الذين تميزوا بالقدرة على الانتظار على أكل الحلوى هم نفسهم المميزون في مستوى الدراسة أو في الإنجازات المجتمعية في الحياة. وفي العموم كان هؤلاء 30% هم الأكثر نجاحا في الحياة والأكثر سعادة. وقد استنتجت الدراسة أن أثر التفكير القائم على التركيز أثر كبير على مسيرة الحياة. كن يا أخي بدينك عليا، وكن في المعالي لا ترضى الدنيا، تملك مفاتيح خير ذكية، وجد طموحا تفوق الثريا، وكن متميزا كإشراق شمس إذا جاء صباح ينير البرية، وكن متميزا كإشراق شمس إذا جاء صباح ينير البرية. كن يا أخي بدينك عليا، وكن في المعالي لا ترضى الدنيا، تملك مفاتيح خير زكية، وجدد طموحا تفوق الثريا، وكن متميزا كإشراق شمس إذا جاء صباح ينير البرية، وكن متميزا كإشراق شمس إذا جاء صباح ينير البرية. من هنا يؤكد العلماء أن القدرة على السيطرة على التفكير وتأخير الإشباع والرغبات والترضية للذات وتأخير الترضية للذات أيضا والسيطرة على النفس في بعض الأحيان أو في معظم الأحيان حسب المواقف هو أحد أسباب النجاح. التفكير المؤطر المركز الذي لا ينشغل بالتفاصيل ويؤخر مسألة الوصول لحل ما من أجل إشباع لذة ما أو لذة عارمة هو التفكير الذي أثبت نجاحه في الحياة. أما التفكير الذي ينشغل بالحاضر عن المستقبل فهو التفكير الذي لم يحقق أي نجاحا ولا يصنع لصاحبه أي تقدما. فالتضحية بلذة تحقيق نجاح مؤقت من خلال التفكير المركز هي تضحية ستعود عليك بالنفع على المدى البعيد. هذا المستوى من التفكير هو الذي يولد لديك الحكمة في صناعة القرارات في الوقت المناسب. التفكير البعيد المدى أيها الأحبة هو أيضا أحد المصادر التي تجعلنا نتحرك للأفضل، وهو ما تبين من دراسة الناجحين والحكماء. فمثلا تجد أمثال هؤلاء يأكلون جيدا وكذلك يمارسون التمارين بشكل مستمر، ولكن واقعهم مهما كان سيئا لا يشغلهم عن مستقبلهم. الملاحظات على الإنسان في العالم من خلال التجربة الميدانية والربط مع الأحداث في السنوات الماضية تقول أن القوة النائمة في عقليته تمكنت منه وأصبح مشتت التركيز، وقد وجد أن فقدان هذه القوة انعكست على أداء القيادات والمفكرين والشعوب. فالتفكير الذي يقوم على التركيز يتطلب استخدام عدة قوة في التركيز، ومنها قوة التنوع وقوة الملاحظة وقوة منطق البديهيات وقوة القدرة على التأثير من غير سلطة وقوة الإرادة وقوة الشعور بالحاجة للتعلم وبتواضع جم. كما أن التفكير الذي يقوم على التركيز لديه قوة الرغبة في التعايش والقبول بالآخر. كما يتميز التفكير الذي يقوم على التركيز بقوة الثقة المتبادلة وقوة التواصل مع الناس وقوة التبادل المعرفي
وقوة التواضع وقوة التقدير للإمكانيات، كما تميز هؤلاء الذين لديهم تركيز عالي في تفكيرهم على الجرأة والمصداقية والقدرة على الربط بين الأمور والقدرة على الحب الخالص للأوطان. مع تمنياتي لكم بتفكير يستحق الحياة، وأن نلقاكم مجددا في الحلقة القادمة بإذن الله. تفكير يستحق الحياة، برنامج يومي من إعداد وتقديم الدكتور محمد بحجي، ومن إخراج خالد المرباطي.